هل يمكن أن تطوى صفحة الماضي مع تركيا وتكون علاقات حسن الجوار والمصالح المتبادلة هي الفيصل هذه المرة، أم أن العراق مضطر إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي أو استخدام أدوات ضغط سياسية؟ والله ما أظن يا سيدي الكريم نوصل إلى هالمرحلة. قوة العلاقات، تشابك تداخلها كما يقال بين العراق وتركيا مسألة من الصعوبة بمكان التأثير عليها. صحيح نحن نتكلم عن هذه الأمور، لكن بالمقابل نرى في تركيا نظرة أخرى. لابد أن تكون تركيا مستجيبة لهذه النظرة، مقدرة لهذا الموقف، قابلة بهذا الإجراء. شوف لو على حضرتك والسنة الحالية جنابك ستظهر، لأن السنة الحالية قلت إمطار بشكل ما شاف العراق لسنوات خلت. مطر نهائيا يمكن مطرة أو مطرتين فقط عندنا، وتعرف إحنا مقيدين من جهة الشرق، إيران هم عملت السدود على الأنهر اللي تأتي بالمياه من إيران. العجيب كأن تركيا وإيران متفقين على هدف واحد، على غاية واحدة. شوف لو حضرتك، فإحنا والله وهي يعني الإضرار بالعراق، الإضرار بالشعب العراقي. يعني شو تفسر اكو غير هذا؟ يعني المياه شو ترتب لنا من ضرر إذا كانت المياه من تركيا قلت أو شحت أو انعدمت، وإذا كانت المياه من إيران كذلك فنعاني بشيء كبير. الآن الويند ما بيه مي جلابك، النهر الكبير اللي يأتي على خانقين من إيران ما بيه مي. طلع ذاك اليوم أرد أشوف مي، وشتى هسه يعني شهر الثالث ماكو مي بيه. طيب. سد العظام فرغ، العفو.